شعب البحريني شعب ما أرشده، ما أوعاه، ما أصبره، ما أصلبه. أحسن الاختيار وهو يدخل حظيرة الإسلام والإيمان غير مكره تقديما لهدى السماء على ضلال أهل الضلال في الأرض. بقي على خط الإسلام في الإيمان والإيمان، بقي على خط الإسلام والإيمان، لا يرتد ولا يبحث عن أي بديل. يتمتع بحس سياسي جيد قديم وروح وثابة، وثابة الخير للهدى للكمال، سباق للمطالبة بحقوقه السياسية والحرية والكرامة، ومضح من أجل ذلك. يصر اليوم على الاستمرار في هذه المطالبة رغم كل التضحيات الجسيمة. لا يلويه عن ذلك سياسة الرعب ولا محاولات المخادعة والالتفاف. ما خرج من تحت قبة الحوار عن بعض أن شعبنا غير راشد، وهو قاصر عن الاختيار لنفسه، قاصر عن أن يعطي رأياً في شأن حياته وما يخصه، أن يكون مرجعاً في أمر من أمور سياسته. المحاورون هم الذين يقررون له، ومن فوقهم السلطة صاحبة الحق أصلاً في الولاية عليه، والمسؤول الأول والأخير وذات الإرادة المطلقة في إدارة أمره وسياسة حاضره ومستقبله. والشعب الآن يعيش مرحلة من مراحل طويلة لا بد أن تمتد كثيراً لصناعة رشده. هي مرحلة القتل الظالم للأعزاء من أبنائه، التوقيف، السجن، العقوبات المشددة للمطالبين بحقوقه، حملات التنكيل العام لمناطقه السكنية انتقاما من الإصرار على حريته، الحرمان والتجويع والفصل من الوظائف والتهجير وسحب الجنسية والتعذيب والمداهمات الشرسة للبيوت، وقائمة طويلة من الانتهاكات والتجاوزات. هذا هو طريق تربية الشعب، ترشيد الشعب. هذه هي طريقة التأهيل التي تختارها السلطة لتأهيل هذا الشعب القاصر وكسبه صفة الرشد المطلوبة لإعطاء رأي في سياسة حياته. وعلى خلاف هذا الفرض، وأن تكون الدعوة للحوار إنما جاءت من منطلق سياسي خاص ولغرض إعلامي يعالج حالة الضغط الأدبي من مجاميع عالمية ومنظمات حقوق الإنسان، ولتدارك شيء من السمعة المتدهورة في أوساط خارجية كثيرة، يكون نوع التخطيط للحوار وما يحمله من عوامل فشله والمسار العملي الذي يأخذ به الطرف الرسمي بمجمله أثناءه منسجما جدا مع الخلفية الدعائية التي انطلق منها. ومما ينسجم مع هذه الخلفية استمرار حالة القمع وتوتير الجو الأمني والمحاكمات التي لا يتوقف تصاعدها، وبقاء الملف الحقوقي على حالته من التدهور الخطير وتعطيل توصيات تقريب الصهيوني كل هذه المدة الطويلة بعد إعلان الالتزام وتحمل مسؤولية تنفيذها وإعطاء موعد حاسم بعد موعد لهذا التنفيذ، مع استمرار حالة الإهمال والتعطيل، وكذلك بالنسبة لتوصيات جنيف. فلحد الآن تسمع عن قضية المفصولين من وظائفهم ومصادرة حق العودة الثابت لهم قانونا، ولحد الآن
لم يسمع أحد عن محاكمة مسؤول واحد كبير من مسؤولي التعذيب، ولحد الآن لم يأتي حكم واحد لأي مباشر للقتل وإن كان شرطيا صغيرا تحت التعذيب، لأي مباشر للقتل تحت التعذيب بصورة مكافئة. ولحد الآن تغرق مناطق المسالمين بالغازات الخانقة والسامة، ولحد الآن تستمر الانتهاكات وتجاوز القانون بصورة واسعة صارخة وعلى مسمع ومرأى الناس. أفلأجل ذر الرماد في العيون وتلميع السمعة وتخدير الأعصاب ولو بصورة مؤقتة كانت الدعوة للحوار؟ والحوار الذي يستحيل في رأي الطرف الرسمي أن تعرض نتائجه على الشعب للتعرف على رأيه فيها ضمانا لنجاح الحل، أي جدية فيه؟ والحوار الذي يرفض الطرف الرسمي من طرفيه التوصل إلى الآلية التي يشارك الطرف الشعبي بما يفيها بما يضمن تنفيذ نتائجه، ماذا قيمته؟ ماذا يحمل من قيمة عملية بعد تجربة توصيات بسيوني التي فشلت السلطة مع إعلان التزامها المشدد بها في تنفيذها كل هذه المدة التي تجاوزت الحد المعقول مع تكرار الوعود الوعود والتصريحات المتعلقة بها، وأن ملفها لا بد أن ينتهي بشكل كامل؟ أنا أستطيع مع ذلك كله أن نقول بأنه أريد للحوار النجاح وأن يخرج بهذا الوطن المكروث من المحنة. نتمنى أن تتعدل النية وأن تسد الثغرات وتصحح الأخطاء وتطلب للحوار أسباب نجاحه، رحمة بهذا الوطن وبكل من فيه، ورعاية لمصلحة حاضره ومستقبله.